أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامه من كتاب الكافي الشريف. كلامنا في هذه الحلقة في الحديث السادس عشر، وهو حوار جرى بين الإمام الباقر عليه السلام، وبين أخيه زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه. فزيد بن علي أراد في زمن الإمام الباقر الخروج على بني أمية، لكن الإمام الباقر لم يأذن له، فلم يخرج، وهذا الحديث حوار بين الإمام الباقر وبين أخيه زيد، ثم في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أراد الخروج فاستأذن الإمام الصادق يعني استأذن ابن أخيه فيظهر من الأحاديث أن الإمام الصادق أذن له بعد أن أخبره بأن آباءه عليهم الصلاة والسلام أخبروا بأنه المقتول والمصلوب ولكن زيد قال بأنه لا يمانع من ذلك حتى اذا قتل وصلب فاذن له الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بالنسبه الى زيد رضوان الله تعالى عليه البعض قد يستشكل عليه ولكن بمراجعه الاخبار الوارده عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يتبين انه كان مشكورا وانه لا ذم يلحقه. وفي كتاب الوافي هناك عقد فصلا تحت عنوان باب ان زيد بن علي مرضي عنه، والعلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب مراه العقول يقول: وأكثر الأخبار تدل على كونه مشكوراً وأنه لم يدعي الإمامة وأنه كان قائلا بإمامة الباقر والصادق عليهم السلام وأن وإنما خرج لطلب ثأر الحسين عليه السلام وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان يدعو إلى الرضا من آل محمد. وأنه كان عازما على أنه إن غلب فوضه إلى أفضلهم وأعلمهم وإليه ذهب أكثر أصحابنا بل لم أرى في كلامهم غيره وقيل إنه كان مأذونا من قبل الإمام سرا ويؤيده ما استفيض من بكاء الصادق عليه وترحمه ودعائه له ولو كان قتل على دعوة الإمامة لم يستحق ذلك هذا كلام العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه حول زيد فعلى كل حال زيد رضوان الله تعالى عليه كان مرضيا عنه ولم يخرج لطلب الرئاسه او الدنيا ولم يدعي الامامه هذا بالنسبه الى حال زيد اما بالنسبه الى هذا الحديث عن ابي جعفر الباقر عليه السلام ان زيد بن علي بن الحسين عليه السلام دخل على ابي جعفر محمد بن علي ومعه كتب من اهل الكوفه يدعونه فيها الى انفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويامرونه بالخروج فقال له ابو جعفر هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ما كتبت به إليهم ودعوتهم إليه. فقال: بل ابتداء به بل ابتداء من القوم، لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه واله، ولما يجدون في كتاب الله عز وجل من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا، ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء. بنو أمية من أول سيطرتهم على رقاب المسلمين بدأوا بالظلم والاضطهاد والاستئثار بالسلطة والمال وخاصة بالنسبة إلى أهل العراق والكوفة عاصمة العراق لأن الولاء لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كان منتشرا بين أهل العراق ولأن أهل العراق حاربوا مع أهل الشام في صفين وقتلوا منهم الكثيرين فلذلك كانوا يحنقون عليهم وفي الوقت نفسه كان العراق وكانت الكوفة أيضا مليئة بالنواصب والخوارج وأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهناك كثير من الناس كانوا مصلحيين مثل سائر الأماكن، وليست الكوفة بدعا من المدن انت غالب المدن حتى الان تشوف فيها ناس طيبين، وتشوف فيها ناس خبثاء، وناس مع الريح، ليست لهم مبادئ الا مصالحهم. وهذا الحال، وهذه الحال لم تكن الكوفه والعراق مستثنات منه، ولذا اذا انت تراجع نهج البلاغه تراجع نهج البلاغة تجد أن أمير المؤمنين تارة يمدح أهل الكوفة وتارة يذمهم، إنما يمدحهم لإطاعتهم يمدح المطيعين منهم، المؤمنين منهم، وإنما يذمهم لأنه يذم العاصين منهم، وعلى كل حال فاهل الكوفه كانوا مذبذبين بين المؤمنين وبين غير المؤمنين وبين الناس الذين هم في الوسط مع مصالحهم وبعض الناس يحب الحق ولكن لا يريد ان يضحي لاجله لعل اكثر الناس هكذا يحبون الحق لكنهم ليسوا مستعدين للتضحيه لاجله. فلذلك قال الامام الحسين عليه الصلاه والسلام حين خروجه الى كربلاء: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم. يحوطونه او يدورونه يحوطونه ما درت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون. أنت ليش تروح بعيد؟ تعال إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. الذين آمنوا بالرسول. هسه قسم منهم كانوا منافقين، ونزلت فيهم سورة المنافقون، وآيات كثيرة في سورة التوبة وغيرها. وقسم آخر لم يكونوا منافقين، لكن كان إيمانهم ضعيفاً. كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هؤلاء الذين شاهدوا معجزه الرسول صلى الله عليه واله في غزوه احد اكثرهم فروا وتركوا الرسول وحيدا مع بضع اشخاص في ساحه المعركه. في سوره ال عمران الله سبحانه وتعالى يقول اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. زين نقول هاي معركه احد التجربه الاولى وبعضهم كانوا حديث كانوا حديثي عهد بالاسلام. تعال في آخر حياة الرسول في غزوة حنين التي حدثت بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة الله سبحانه وتعالى يقول ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم وليتم مدبرين مع انه نزلت ايات فلا تولوهم الادبار "يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير" هكذا حال أكثر الناس إذا الله سبحانه وتعالى يذم, يذم الكثرة من الناس أكثرهم لا يعقلون أكثرهم للحق كارهون لا يشعرون وما إلى ذلك من آيات الكثير من هؤلاء كان يحب أهل البيت لكن ما مستعد يضحي لأجلهم فلذا في الشدائد كانوا يتركونهم آلاف مؤلفة من أهل الكوفة كتبوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبايعوا سفير الإمام الحسين مسلم ابن عقيل 18 ألف واحد بايعوه في الكوفة لكن حينما جد الجد وانقلبت الآية خذلوه صار مسلم وحيدا. والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يقال إنك أنه كان معه ألفان. لكن في يوم العاشر لم يبق معه إلا اثنان وسبعون شخصا إضافة إلى أقربائه. ومجموعة قليلة التحقت من جيش الاعداء اليه 120 واحد صاروا تقريبا. هذا حال اغلب الناس. زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه في هذا الحديث يقول للامام الباقر ان اهل الكوفة يدعونه الى انفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويأمرونه بالخروج. الامام الباقر ساله انت كتبت لهم وهم جاوبوك لو هم ابتداء كتبوا لانهم ضاقت بهم السبل من ظلم بني اميه ولم يكن لهم ملجا الا الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام على الائمه لم يستجيبوا لهم راحوا الى سائر الذريه الطيبه. وكان على راس سائر الذرية الطيبة زيد. فقال زيد: بل ابتداء منهم لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله، ولما يجدون في كتاب الله عز وجل من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا، ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء، يعني من جهات مختلفة أولا يقرؤون القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأيضا يرون أن أهل البيت مضطهدين فنصرة للمظلوم يعني من جهات مختلفة هؤلاء يريدون نصرتنا ولما نحن فيه من الضيق الضيق امر نفسي والضنك في المعيشه والبلاء من الاعداء الظلم الذي يجري عليهم فقال له ابو جعفر عليه الصلاه والسلام شوف جواب الامام الباقر ان الطاعه مفروضه من الله عز وجل وسن امضاها في الاولين وكذلك يجريها في الاخرين طاعة لواحد منا والمودة للجميع يبين له أنه صحيح الله سبحانه وتعالى أمر بمودتنا وطاعتنا لكن مو طاعة الكل هسه أنت أي واحد من الذرية الطيبة إذا أمرك بشيء واجب تطيعة لا هو حال حال سائر الناس إن له حق تطيعه إذا ما إلى حق ودعاك إلى أمر مستحب أو إلى أمر مباح، أنت بالخيار إن أردت أن تطيعه وإن أردت أن لا تطيعه. إنما الطاعة لواحد منا، عندما الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يأمر بطاعة الإمام من الذرية الطيبة. وهذه سنة من الرسول بعد كونها فرضا من الله سبحانه وتعالى. أيضا الرسول أمر بطاعة علي بن أبي طالب وبطاعة الأئمة من ذريته. لا بإطاعة جميع الذرية. هسه إذا أنت في منطقتك في بلدك في جوارك. اكو من السادة من الذرية الطيبة. لرسول الله صلى الله عليه واله. اذا طلب منك شيء طلب منك شيء مباح مو حرام ولا واجب انت واجب الطيعه قد يكون من الفضيله ان تستجيب لدعوة مؤمن وخاصه اذا هذا المؤمن من الذريه الطيبه اذا دعاك لامر مستحب او مباح لكن واجب لا مو واجب، وإنما الطاعة الواجبة للإمام عليه الصلاة والسلام وهو في كل زمان واحد من الذرية. فإذا انتقلت أنه لما يجدون في كتاب الله عز وجل من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا، أي المودة للجميع. أنت واجب عليك أن تحب المؤمنين من الذريه الطيبه لال رسول الله صلى الله عليه واله تحبهم جميعا وتظهر هذا الحب لان الموده اظهار المحبه لكن الطاعه لواحد منهم ان الطاعه مفروضه من الله عز وجل وسنه امضاها في الاولين يعني اجراها في الأولين إما في الأنبياء السابقين، وإما في الأئمة الماضين، يعني أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين، والإمام الحسن، والإمام الحسين، والإمام زين العابدين، وكذلك يجريها في الآخرين، والطاعة لواحد منا، والمودة للجميع. الآن الزيدية ماذا يقولون؟ يقولون بأنه أي واحد من بني فاطمة عليه الصلاة والسلام خرج بالسيف ضمن مواصفات خاصة واحد يجدها في كتب الكلام، هذا هو الإمام، لكن عقيدة الإمامية هو أنه ليس كذلك، كل واحد خرج بالسيف من الذرية الطيبة هذا ليس هو الإمام، الأئمة عينهم الله سبحانه وتعالى سواء قاموا بالسيف أو قعدوا. ولذا تشوف أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام تراه فترة لم يخرج بالسيف بعد رسول الله صلى الله عليه واله إلى 25 سنة. لكنه بعد مقتل عثمان حينما بايعه الناس، وبغى عليه من بغى في الجمل وصفين والنهروان خرج بالسيف. والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعد أمير المؤمنين لفترة أشهر خرج بالسيف، لما خذله الناس قعد. والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد الإمام الحسن قعد لم يخرج بالسيف سنوات في الأشهر الأخيرة من حياته المباركة خرج بالسيف. والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لم يخرج بالسيف قط. فعلى كل حال الخروج بالسيف ليس أمارة للإمامة لذا الرسول صلى الله عليه واله يقول الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد، والطاعة لواحد منا والمودة للجميع، ثم بعد ذلك يبين الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام حقيقة، وتلك الحقيقة هي أن الله سبحانه وتعالى قد قدر وقضى وحكم حكما حتما لا تغيير فيه بان حكم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وسلطتهم تكون في زمن اخر حينما يقوم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا في هذا الزمان احنا في باب التوحيد مفصل بحثنا مبحث القضاء والقدر الله سبحانه وتعالى قد يقدر ويقضي قضاء غير محتوم تقدر بالدعاء والصدقه والعمل الصالح الله سبحانه وتعالى يغير ذلك القضاء مثل قوم يونس قوم يونس الله سبحانه وتعالى قدر وقضى العذاب عليهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، هذا العذاب جاءهم وقرب منهم وأضلهم لكنهم تضرعوا إلى الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هؤلاء تضرعوا فالله سبحانه وتعالى غير القدر والقضاء لان القدر والقضاء ما يقيد قدره الله سبحانه وتعالى حتى اذا الله قضى شيئا او قدر شيئا هذا مو معناه انه بعد ما يقدر يغيره لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ونحن لسنا كاليهود الذين قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء إذن الله سبحانه وتعالى له تقديرات وهذه التقديرات قد يغيرها أنت عندما تدعو بأن الله سبحانه وتعالى يرزقك الله سبحانه وتعالى يشفيك الله سبحانه وتعالى يصنع بك كذا وكذا وكذا الله عنده تقديرات بدعائك قد يغير تلك التقديرات مثل واحد كافر الله سبحانه وتعالى يقدر له نار جهنم. يؤمن الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير السابق ويقدر له الجنه. هذا في التكوين كذلك في التشريعيات. واحد كافر الله سبحانه وتعالى شرع عليه النجاسه. امن الله سبحانه وتعالى يشرع عليه الطهاره. محارب الله سبحانه وتعالى يشرع قتاله. آمن الله سبحانه وتعالى يشرع اخوته للمؤمنين وحرمة قتاله. وهناك قضاء محتوم لا بداء فيه ولا تغيير فيه. اكو اجل محتوم لا يتغير لا بدعاء ولا بصدقه ولا باي شيء. وأكو أجل معلق إن تصدقت إن عملت عملا صحيحا إن وصلت رحمك الله سبحانه وتعالى يغير ذلك الأجل الإمام الباقر يقول لزيد من القضاء والقدر المحتوم أن حكمنا لا يكون في هذا الزمان الله أخر امتحانا للعباد وعقوبة لهم أيضا، لأنهم خذلوا أمير المؤمنين عليا، وخذلوا الحسن، وخذلوا الحسين عليهم الصلاة والسلام، وخذلوا زين العابدين، في ذلك الزمان خذلوا الإمام الباقر على الأكثر يعني، وإلا هناك دائما مجموعة مؤمنة موجودة، فالله سبحانه وتعالى اختبارا لهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا من جهة، ومن جهة عقوبة أخّر حكم أهل البيت الذي يملؤون الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، إلى زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولم يوقت له ولم يعين له وقتاً. وامر الله يجري لاوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحتم مقضي وقدر مقدر واجل مسمى لوقت معلوم. في باب القضاء والقدر في باب التوحيد ذكرنا معاني هذه الكلمات بشكل مختصر نذكرها. كل عمل يقع في هذه الارض في السماء اي شيء يصير فيها لا يكون الا بقضاء وقدر ومشيئه واراده وامضاء قرانا في باب لا يكون شيء في السماء ولا في الارض الا بخمسه طبعا هذا لا ينافي اختيار الانسان في اعماله الاختياريه كما ذكرناه مفصلا في باب الامر بين الامرين لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين. القضاء المفصول يعني حكمه التكويني وذلك بتهدئه المقدمات القريبه. وحتم مقضي يعني القضاء الذي لا بداء فيه لا يتغير. وقدر مقدور يعني التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى. واجل مسمى لوقت معلوم هذا من مراحل التقدير أي جعل له وقتا معينا ونهاية ذلك الوقت أو نهاية الوقت الذي يسبقه قد سماه الله سبحانه وتعالى بأن كتبه في اللوح المحفوظ أو أخبر به من شاء من أوليائه والحاصل أي شيء في هذا الأرض يقع لا يقع إلا بقضاء الله وقدره تارة قضاء وقدر حتمي ما تقدر تغير فيه، وتارة قضاء وقدر غير حتمي. انت تقدر بالدعاء والصدقة وبما أمر الله سبحانه وتعالى تغير فيه. تغير فيه يعني شنو؟ يعني انت تتصدق الله سبحانه وتعالى لأجل صدقتك يرفع عنك البلاء. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى لأجل استجابة دعائك يغير القدر هذا في القدر والقضاء غير المحتوم ، أما في القضاء المحتوم فلا تغيير ولا بداء البعض يتصور البداء يعني جهل ، كلا الله سبحانه وتعالى أعز وأجل من ذلك يعلم ما كان قبل ان يكون من الازل لكن البداء بمعنى ان الله سبحانه وتعالى بعلمه يغير تقديره مثل ما ذكرنا من قوم يونس لما عصوا وكفروا الله سبحانه وتعالى قدر لهم العذاب لما تابوا الله سبحانه وتعالى ازاح عنهم العذاب ومتعهم الى حين ثم بعد ذلك الإمام الباقر بعد أن بين لزيد رضوان الله تعالى عليه أن القضاء المحتوم أنه ما عندنا حكم إحنا في هذا الزمان الحكم لأعدائنا فلا يستخفنك الذين لا يوقنون يعني لا يحملونك على الخفة بأن تستفز وتخالف أوامر الله سبحانه وتعالى فتعجل إلى أمر لم يأتي وقته لم يأتي وقته من غير إذن إمامك والظاهر أن الإمام أراد الذين كتبوا هذه الرسائل إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يعني ما يغيرون تقدير الله سبحانه وتعالى فلا تعجل فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة العباد إحنا مستعجلين الله ما مستعجل الله يتعامل بحكمة يعمل بحكمة يصنع بحكمة إحنا نستعجل الله لا يعجل لعجلتنا ولا تستبقن الله سبحانه وتعالى لا الشريفة تقول ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون فتعجزك البلية فتصرعك هذا كلام الإمام الباقر لزيد طبعا زيد التزم بكلام الإمام الباقر ولم يخرج في زمن الإمام الباقر في زمن الإمام الصادق أيضا هناك حديث مفصل فخرج في زمن الإمام الصادق وبإذن منه كما سنذكره لاحقا هذا الحديث إلى تتمة إن شاء الله نذكر تلك التتمة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين